شو هالزكاة؟ زهقان، بدنا نعمل شي مع الفلسطينية هدول. شو رأيك؟ شو رأيك تقتل أطفال؟ قتلنا كثير أطفال، بدنا أفكار جديدة. طيب شو رأيك تقصف مستشفيات ومدارس؟ إذا قصفنا كل غزة، ما ضل في مستشفى ولا طفل، عمارة كله قصفنا. طيب أفكار جديدة. شو رأيك تمارس جرائم حرب، فصل عنصري، تطهير عرقي؟ شو رأيك؟ هذا شيطان قديم، أنا بدي أفكار جديدة. ألقيتها، أنا حبعث للفلسطينية لقاحات خالصة مدتها. زلمة أعوذ بالله منك، يا زلمة. يعني كيف طلعت معك؟ اتقي الله كيف طلعت؟ حتى هاي سرقتها يا يعقوب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا أخي، حسبي الله ونعم الوكيل. حلقة جديدة. الاحتلال الإسرائيلي ما كفى الجرائم اللي بيعملها بالشعب الفلسطيني، فقرر يبدع إبداع جديد. قرر يبعث للشعب الفلسطيني لقاحات منتهية الصلاحية، expired يعني، وهيك بضرب عصفورين بحجر. واحد، بيأذي الشعب الفلسطيني، يعني بيمارس الهواية اللي بيحبها. اثنين، بيبين قدام العالم إنه الاحتلال الكيوت، الاحتلال الإنساني، الاحتلال العطوف اللي بده يساعد الشعب الفلسطيني وينقذه. مفكرين هيك خلص الخبر؟ لا، لسه في أبشع. ليش الاحتلال عمل هيك؟ في سبب تاني غير إنه احتلال ابن في سبب تاني. في لقاحات جديدة جاي للشعب الفلسطيني، فشو حكى لحاله الاحتلال؟ خليني أخذ هاي اللقاحات الجديدة إلي وأعطي الشعب الفلسطيني لقاحات قديمة expired منتهية الصلاحية. مفكرين هيك خلص الخبر؟ لا، لسه في أبشع. كل هاد صار بالتنسيق مع مين؟ مع السلطة الفلسطينية. لا 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 لا. معكم حق تتفاجئوا، أنا كمان متفاجئ، خبر غير متوقع. السلطة الفلسطينية اللي كل همها الأول والأخير حماية الشعب الفلسطيني تعمل هيك. السلطة الفلسطينية اللي بحياتها ما نسقت مع الاحتلال، وبحياتها ما تعاونت مع الاحتلال في أذية الشعب الفلسطيني، يطلع منها هيك؟ أنا متفاجئ. صار لازم نعرف شو القصة. عشان هيك أرسلت زميلتي مروى الحراتي تعمل لقاء حصري مع أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية، الأستاذ حسين مسطرة. شكراً نيكولاس، معنا بالاستوديو أستاذ حسين. أستاذ حسين، بدي أسألك سؤال مني ومن المتابعين، ليش هيك عم تعملوا؟ كيف يعني بتعطوا لقاحات جديدة لحكومة الاحتلال، تاخدوا منهم اللقاحات خالصة مدتها وأنتوا الدافعين، مش إنه هدية؟ لو سمحتي، اللقاحات ما خلصت مدتها، اللقاحات راح تخلص مدتها. طيب لها أسبوعين بنت الحلال، أسبوعين يعني تقريباً 14 يوم. أنت مستهينة في 14 يوم؟ الله خلق الأرض في 6 أيام. بعدين مو كل اللقاحات، بعض اللقاحات يعني مو كلها، لا تظلمينا يعني. يعني في جزء بقي له أكتر وقت؟ إيه، في جزء بقي له وقت كثير. مثلاً؟ 3 أسابيع. إيه لا، بعتذر، حقك علي إذا هيك. طب لكن رح غير السؤال، ليش عم تعطوا حكومة الاحتلال لقاحات جديد وتاخدوا من اللقاحات بدهم أسبوعين ثلاثة لتنتهي صلاحيتهم؟ دافع إنساني، نبي نسرع عملية تلقيح الشعب الفلسطيني. تمام، هلأ بعيداً عن الخيال العلمي بدي أجاوب حقيقي من بعد إذنك. شوف يا بنت الحلال، موضوع في سبوبة مبلغ من تحت الطاولة، يعني حلو لو حد يبي يعطيك فلوس بتقولين لا؟ ما بجاوبك إلا بكلمتين، حسبي الله ونعم الوكيل. لحظة قبل ما ترجع لنيكولاس، أنا عندي ملاحظتين بدي أقولهم. أول شيء، هاي مش أول مرة نبعث للفلسطينيين مواد خالصة مدتها، دائماً بنعمل هيك دائماً. ثاني نقطة، هاي رسالة للشباب يضل يسووا حملات مقاطعة لمنتجات إسرائيلية، هذا حرام، هذا قطع أرزاق، قطعناك وقطع أرزاق، خربتوا بيوتنا يا أخي، خربتوا بيوتنا. اطلع برا، اطلع، هذا السين تاعي، اطلع برا. أحمد زاهي داوود بني شمسة، محمد سعيد حمايل، زكريا حمايل، الدكتور عيسى برهم، 4 شهداء استشهدوا وهم عم بيدافعوا عن أرضهم ضد الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري، لأنه اللي بيصير بجبل الصبيح هو نفسه اللي بيصير بحي الشيخ جراح وسلوان والجليل والنقب ويافا ولفتة. ما في ولا زاوية بفلسطين الفلسطينيين فيها عايشين بأمان بدون جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. إذا مش تهجير قسري ولا تطهير عرقي، في اعتقالات، في قمع، في ضرب، في تعذيب بنص الشارع، في تسميم محاصيل، وفي قتل بدم
بارد زي الشهيدة الدكتورة مي عفاني. الشهيدة الدكتورة مي عفاني كانت بسيارتها وللأسف سيارتها زاحت شوي عن الطريق. هذا الحادث لو صار بأي مكان بالعالم يعتبر حادث مؤسف وكل الناس بتنزل تساعد، إلا بالأماكن اللي عايشة تحت الاحتلال الإسرائيلي هذا الحادث يعتبر جريمة ومرتكبها يستحق القتل بدم بارد بنص الشارع. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. من فلسطين ننتقل إلى الإمارات، وكمان خبر مؤسف ومحزن للأسف، وفاة الناشطة والشاعرة الإماراتية آلاء الصديق. آلاء الصديق اللي كانت معروفة بنضالها لحقوق الإنسان في بلدها ورفضها للتطبيع، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. سلط علي شخص ضربني بيديه، ضربني على وجهي ورقبتي وقال لي سأضربك وأدوس على بطنك وسأفرغ هذا السلاح في رأسك. قلت لا إله إلا الله. قال أنا لي رب غير ربك. هذا ما قاله والدي محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي في المحكمة عام 2013 في قضية إمارات 94. لم نعرفه إلا من صوته، فقد وزنه وتغير بعد إخفائه قسريا في سجون سرية قرابة عام. تطبيع خيانة أيا كان مرتكبه مفروض أن نتفق ونتصالح فيما بيننا كدول خليج ونجتمع على مصالحنا، لا نتحارب فيما بيننا ثم نعقد السلام مع من أسال الدماء. دولنا للأسف وأنظمتنا اتفقت على القمع والتطبيع واختلفت في الأمور الأخرى، وهذا ما يجب أن نتذكره دائما. قد يقتل الإنسان بريء بناء على وجهة نظر الحكومة. قد يقتل الإنسان بريء بناء على وجهة نظر الحكومة. آلاء الصديق هي ناشطة وشاعرة ومناضلة من أجل حقوق الإنسان. نضالها من أجل حقوق الإنسان كلفها سحب جنسية، كلفها 10 سنين تشويه وملاحقة وتهديد. حتى بعد وفاتها للأسف التشويه ما وقف، التشويه استمر. آلاء هي ابنة المعتقل السياسي محمد الصديق، الله يرحمها ويصبر أهلها ويصبر والدها. رغم مأساوية الخبر كتير حلو تشوف ناس رغم الخوف ورغم التهديد مصرين ينصروا الحق ويهاجموا الباطل. بالمقابل ومن جهة تانية شوفوا هذا المواطن الإماراتي الكيوت وهو عم بتطوع بمنظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية. شوفوا شو كيوت، يقبرني شو كيوت. لمزيد من التفاصيل وللإجابة على أسئلتكم معانا الإماراتي شخصياً. الناس عم تسأل ليه عملت هيك؟ راح أجاوبك بكلمة واحدة، لأني إنساني. إنساني، الله الله، يعني أشعرت بدني. طب طالما الإنسانية دبحيتك ليش مثلاً ما تطوعت بالهلال الأحمر الفلسطيني مثلاً؟ لأنه هاي هي رسالة الإنسانية يا أخي. لا يوجد فرق بين الضحية الفلسطينية والضحية الإسرائيلية، لا يوجد أي فرق. لحظة شوي، بعد الضحية الفلسطينية إيش حكيت؟ الضحية الإسرائيلية. هي وين هاي الضحية الإسرائيلية؟ وضحية شو أساساً؟ وين هاي الضحية الإسرائيلية؟ لما يكون مواطن إسرائيلي بسيط مسلح اللي بتسموه مستوطن ماشي بالشارع بأمان الله بمارس هوايته البسيطة من قتل أطفال بدم بارد، تهجير قسري، تطهير عرقي، فصل عنصري، ويجي مواطن فلسطيني متوحش متوحش يرمي عليه حجر، مش ممكن هذا الحجر يصيبه بالرغم يعني من حماية قوات الاحتلال لهذا المستوطن، مش ممكن يصيبه يا أخي. هو مش إنسان يا أخي، والله حرام عليكم. طب بس 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 وادخل أخبار دقيقة في دقيقة. مش فاهم عليك يعني خالدي، الكل عارف انك خالدي، مفكر حالك عبقري تمثيلي يعني مفكرين انك حدا تاني. ادخل اخبار دقيقة خلصني. جد عرفوا؟ هذا خالدي على فكرة، اخبروه انه مجرد تمثيل لا داعي لإتقانه لهذه الدرجة. روح نصرف. مساءكم معطر برائحة البرتقال. غضب شديد يصيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما عرف أن اللقاحات القادمة من إسرائيل شارفت صلاحيتها على الانتهاء وطالب بإرجاعها إلى حين انتهاء صلاحيتها. عاجل، شهد السفير الإماراتي لدى الاحتلال يهتف الموت للعرب مع جماهير بيطار القدس. أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا فوز الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات القادمة لعام 2028. قاضي التحقيق المصري في قضية داعش إمبابا يسأل الشاهد الشيخ محمد يعقوب ليه بتستهل صلاتك بالله أكبر؟
أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً في القضية المعروفة إعلامياً بفتيات التيك توك بحبس حنين حسام لمدة 10 سنوات ومودة الأدهم 6 سنوات وغرامة قدرها 200,000 جنيه وذلك بتهمة الإتجار بالبشر. خالدي إيش؟ خبر حقيقي. 10 سنوات و6 سنوات وإتجار ببشر بتحكي لي حقيقي؟ هذا اللي أجاك إنهي. طيب المتهمين بقضية الفيرمونت شو صار فيهم هدول؟ لا هدول إن الله غفور رحيم. إن شاء الله. كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة. يسقط نيكولاس ومروة. شكراً خالدي. ننتقل إلى مصر. محكمة جنايات أمن الدولة في مصر استدعت الشيخ محمد يعقوب كشاهد على خلفية قضية داعش إمبابة، يعني جابوه يشوفوا هل عنده أفكار داعشية ما عنده أفكار داعشية، هل عنده أفكار متطرفة ما عنده أفكار متطرفة. إحنا كعوام شفنا الفيديو يعني تاع المحكمة وكتير جميل هيك وكيوت، لكن في سؤال صار بالمحكمة استوقفنا. استوقفكم صح؟ استوقفنا. مش لحال يعني، كلنا استوقفنا. ما هو سبب استدلال أحاديثك دائماً بالصلاة على النبي؟ التفسير الوحيد المنطقي لسؤالك إنك كاين في غيبوبة آخر 1400 سنة. عشان هيك خليني أحكي لك باختصار شو صار. باختصار أحاول أختصر. هذا يا سيدي قبل 1400 سنة تقريباً أجا بالجزيرة العربية رسول من الله. هذا الرسول جاء بدين اسمه الإسلام. هلأ بال2021 تقريباً عدد الناس المؤمنين بهذا الدين تقريباً 2 مليار شخص. هالمليارين شخص شوف سبحان الصدفة بيأمنوا بمحمد وبيصلوا عليه. تخيل والله. قد يكون الموضوع مفاجئ لك لأنه أجا بسرعة بعد 1400 سنة غيبوبة، بس هذا اللي صار. وفي كمان شغلة بجوز أصدمك فيها. واحدة من أركان الإسلام هي الشهادتين، يعني تحكي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. عجبك؟ هاي طلعتني عن ديني. أقسم بالله مش عارف شو قص السؤال بالقضية أو بالمحكمة. هاي محكمة أمن دولة ولا محكمة قريش؟ هل ستترك له يصب آلهتكم ويحطم أصنامكم ويعصي عليكم عبيدكم؟ فما قولكم؟ نقتل نغير عليه وعلى قومه، نلقي به خارج البلاد، نأخذ بكل رجل قبيلة. ستوب. طيب سعادة القاضي أبو لهب، عندك سؤال تاني؟ يعني لا ينسب إليك أنك سلفي، معنى كلام حضرتك أنت مسلم قبل أن تكون أي شيء آخر. إذا أحد قال إن أنا سلفي هو يقول، لكن أنا ما بقولش إن أنا سلفي. طب أنت داخلك إيه؟ سلفي. لا يا شيخ لا، بدك تحدد أنت سلفي ولا مش سلفي. أنت بمحكمة، أجواء أنا مش أنا ولا أنت هاي لرغب علامة مش إلك. حدد أنت سلفي ولا مش سلفي. مع أنه لهلأ برضو مش فاهم شو خاص السؤال بالقضية. سعادة القاضي أبو لهاب ركز. على كل حال إذا في إشي جدي نحكيه هو أنه في كتير الشيوخ بدون تعميم بيمارسوا أو بيستخدموا التحريض والتطرف والمغالاة بخطابهم، وهم عارفين هذا الإشي كيف ممكن يأثر على الشباب والمراهقين اللي بيسمعوهم. وبالمقابل هيك قضاء مش عادل. آسف على هاي الكلمة بس هيك قضاء مش عادل. قضاء تارك مجرمين الفيرمونت برا وبيحاسب بنات التيك توك 6 سنين سجن و10 سنين سجن، هيك قضاء مش عادل. قضاء برمي تهم معلبة للشباب وبحبسهم 10 سنين، هيك قضاء مش عادل. قضاء عنده أحكام الإعدام على خلفيات سياسية زي شربة المي، هيك قضاء مش عادل. عشان هيك ما في بإيدنا نحكي غير الله يعين اللي بالنص. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر العظيم وللشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ألو سعادة القاضي، امسكت فخامة الرئيس بيصلي على النبي متلبس. لا أنا رنيت على حدا جد. من قريش ننتقل إلى لبنان. وزير الطاقة اللبناني يعني شاعر بالشعب اللبناني وحاس فيه وحاس بأزمة البنزين اللي بيعانيها، بس حكى لهم يعني شو أعمل لكم، دبروا حالكم خلص، خلي الأغنية
يشتروا بنزين والفقراء يدبروا حالهم بشي تاني بوسيلة نقل تانية. هيدا الدعم هيدا حينتهي. الناس اللي بيقدروا والمقتدرين لازم يدفعوا حق المواد مثل ما حقها مزبوط. اللي ما بيقدر يدفع حق التانكي إذا كان حق التانكي 200 ألف ليرة حيبطل يستعمل سيارة بنزين حيستعمل شي تاني. سهلة وبسيطة يا لبنانيين، انتو بس بدكم شو في غير طرق استاذ نيكولاس؟ شو بنعمل؟ في 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 سيارات كهرباء. نيكولاس معناش مصاري، شو عم تحكي؟ تنفرض معنا مصاري نجيب سيارات كهرباء، معناش كهرباء. صح، لازم نشحنها بكهرباء وفيش كهرباء معك. طيب طيب، ترام، مترو، قطار. نيكولاس مش إذا عنا هيئة سكة حديد وإلا موظفين وبيقبضوا معناتها عنا قطار، ركز شوي. طب ليش في هيئة سكة حديد؟ لسكة الحديد نيكولاس. آه مش للقطار. لا. آه طبعاً إن شاء الله يساعدكم قطار. طيب تكاسي، تكاسي. تكاسي بيشتغلوا على البنزين، رجعنا للمشكلة الأصلية. أنا احترت. طب دواب، عندكم دواب؟ عنا دواب نيكولاس بس مشغولين، مسكين البلد. وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. تعرفوا شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه الآن كما عودناكم لنعودكم دائماً أترككم مع فيديو الأسبوع. هاي سجل الطبي استقبال المرضى، هاي هاي الموظف يا اخوان، هاي الموظف، هاي سجل الطبي واستقبال المرضى، هاي تعودي عند البس صورك يا البس. هاي موظف جديد يا اخوان مستشفى البشير. هاي يا زلمة انت التاني ما اضيق عينك، سيبها تشتغل يعني، هيك عم بتطقطق شغالة مياه ومي. كان معكم نيكولاس خوري، مروة الحراتي، أحمر الخالدي، جاسم العلي، فريق العمل الصليت الإخباري. واحد واحد لنا لقاء آخر. مش معقول ما أهضمك خالدي. زيادة زيادة في الراتب.